بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بحضراتكم. النهارده باذن الله تعالى في مشتل طماطم. تمام، المشتل ده هو بنسمده، بس ما نسمدهوش بالميه. يعني المعتاد ان احنا بنسمد بالميه، بحيث ان احنا بندوب السماد ده هو. تمام، ده سماد 18 من بتاع يارا، بندوبه في الميه، بندي جرام او نص جرام على حسب. طبعا ده النبات ده هو يعني ما شاء الله، لان يقبل تسميد دلوقتي. دول الورقتين الفلقيتين ودول الورقتين الحقيقيتين. انا بصراحه ربنا مدى حياتي كده، وبعد ما خدت الثقه يعني في نفسي بقى، يعني سميه زي ما تسميه، بنبدا نسمد التسميد ده هو بالبدار. والله ببدر السماد ده هو، ببدره. تمام، يعني انا ببدر السماد ده هو، تشوف دلوقتي. بس طبعا البدار بيبقى كويس جدا وبسرعه وبيجيب نتائج محترمه جدا. بس طبعا مشكلته ان هو لازم يكون واحد محترف. بدراندا تعال صور، سوي تصوير. انا اقدر اعمل دلوقتي ابدر وشوف كده. امسك كده صور وانا اسوي هدر. هلا هي كده. طبعا البدار بيكون حد محترف يعني. لحظه خليك زي ما انت. طبعا بعد ما عملنا كده لازم ننزل. خليك زي ما انت. طبعا بعد ما بدرنا كده، طبعا ربما يكون في حاجه على الورق، فبنعمل كده مسه بسيطه على الصينيه دي كده عشان ننزل السماد، ننزله تحت. تمام، وبعد كده بنروي وامورك طيبه. على ثالث رابع يوم بتلاقي الشتله غيرت خالص. بس هذا كل الدنيا وما فيها. بنروي على طول ميه، بنروي ميه وامورك طيبه خالص. نروح على الجنب الثاني اهو. تمام، التاني برضه. ثانك يو بدران، ثانك يو، ويلكم. ده زي ما حضراتكم شايفين. طبعا بعد ما خلصنا بدار، انا خلصت بدار والراجل اهو بيمس بسيط، بس شايف الحركه، بيمس بسيط بس عشان يسقط السماد اللي جه على الورق، يسقطه تحت. تمام، العمليه دي حد هيقول لي ايه فايدتها؟ فايدتها ان هي السرعه، بدل ما واحد انك انت تحافظ على السماد. لان انا لما بحط ميه في السماد، السماد بيبقى محلول يعني، واروي بيه اكيد بيفقد كتير منه. فلكن ده هو الميه بتيجي عليه، بس بنرويه ريه كويسه. وطبعا ما ننساش حاجه، لان الورقه اللي هتتنسي هيحصل لها مشكله. تمام، وقبل ما بنبدر الكلام ده هوت، بيكون طبعا المعطشين المشتل زي ما حضراتكم شايفين كده. تمام، وبتجرى العمليه ديت. يعني انا بحب اعملها بعد الظهر عشان ما يبقاش فيه ندى ولا فيه اي ميه او اي بخار ميه على سطح الورقه، بتكون ناشفه تماما، بحيث ان انا كده. تمام، هات كل ده اهو. ما شاء الله تبارك الرحمن. دي سرعه يا جماعه. وبعدين ايه، لما يكون عندك طبعا عامل في المشتل، بالنسبه للمشاتل الكبيره، وخايف ان هو ما يكونش محترف او ان هو يبوظ حاجه، فانت بتعملها بنفسك القصه دي. بس ما بيعملهاش الا المحترفين. خد بالك، رشه السماد دي لازم يكون واحد محترف، مش اي حد يعني. تمام، ويكون نوعيه السماد كمان محترمه، يعني نوعيه السماد نفسها تكون محترمه.
ما شاء الله. زين. زي ما انت شايف كده. كل كل. طبعا اللي بيروي لازم يرب حواف الصواني، لازم يركز عليها. حواف الصينية دي لازم يركز عليها في عملية الري. تمام. بس هات كله، هات كله، هات ده ده. طبعا لو انت عندك تربه مخصبه يعني بالنسبه للتسميد ممكن ما تسميتهاش خالص، وممكن تسميتها على حسب يعني اذا كان المشتل ده طبعا احنا مستعجلين عليه عشان نزرع قبل الحر، فبالظبط اسبوع زي النهارده ممكن يتنقل عادي مفيش اي مشكل خالص، بس زي ما قلنا لازم يكون مطلع الاوراق الحقيقيه، ما ينفعش العمليه ديت والنبات لسه ملوش جذر، لان الجذر مرتبط بالنمو الخضري. يلا نروي. ما شاء الله تبارك الرحمن. الله. بس الراجل بيروي اهوت. اروي زين على اخر حواف، حواف الورق اهوت لازم، الحواف الصينيه لازم يركز عليه. يلا ساغي شقة. ممكن يروي دلوقتي وممكن بعد كمان ساعتين يجي يديه رشة بسيطة كده عشان لو في أي حاجة برضه، بس إن شاء الله ما فيش أي حاجة خالص يعني. دي كان تسميد المشتل عن طريق يدويا يعني. الطريقة دي على فكرة جميلة جدا وسريعة جدا وما بتخوفش، بس أهم شيء نوعية السماد تكون كويسة. نوعية السماد تكون كويسة. تمام؟ أنا والله أنا ما شفتش حد عملها كده، ولكن أنا مع يعني قلبي جامد شويه مع القصه ديت، او محترف يعني في نادي ايه بسموهمش، انا مش عارف انا النوادي دي، يلا اي حاجه، المهم مش عايزين نقول اهلي ولا زمالك عشان الناس تزعلش مننا، المهم محترف في نادي نفسي. ماشي. اقعد اقعد. لازم ادي روزين. ما شاء الله تبارك الرحمن. اوكي. ما شاء الله تبارك الرحمن. في توتا، في توتا، في توتا، في فراشة توتا. باكر ان شاء الله يرش. اوكي. ادي سيز، ادي شوية افانت. اوكي. مع بعض كده وسكر المغرب يرش وبعد كده يسكر كله. ما شاء الله تبارك الرحمن. شكرا لحضراتكم لعلك نكون يعني شفتوا الطريقه كويس، بس ما حدش غشيم طبعا يستخدم سماد ياما او ما يعرفش يعمل اللي احنا عملناه ده. شكرا لحضراتكم.